السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد، حلقة جديدة، وحلقة إن شاء الله تكون خفيفة ولايت. طبعا احنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الإنتاج الفني الذاتي، عشان في كذا حاجة، في إنتاج كهرباء ذاتي، في إنتاج مش عارف صناعي ذاتي. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن الإنتاج الفني الذاتي، وطبعا لسه لينا حوارات ولسه فينا كلام. والنهاردة هنقول كل برضو يعني بقية الحلقة بتاعتنا، عشان هنقفل بقى ايه عن الكلام عنه خلاص. والله ما بلغت، الله ما فشهد، وقلت ايه ان انا بوعي الناس، والله ما عايز حاجه من حد، ولا عايز ان انا غيران منهم عشان اشتغل معاهم او لا. كل الكلام ده هنقوله وبالتفصيل برضو، وهنقول يعني ايه انتاج ذاتي فني، تعمله ازاي غير اللي بيتعمل دلوقتي، اللي هو عن طريق ان انا اضحك على الناس واضحك على الشباب وانصب عليهم. الحلقه بتاعتنا النهارده حلقه جميله مختصره، وتابعونا عشان نشوف فيها ايه اللي في الحلقه النهارده. ويلا يلا معانا. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن الانتاج الذاتي، وقلنا مفهومه، وطبعا قلنا في ممثلين اشباههم يعني شبه فنانه او شبه فنان، وايه اللي حصل. وطبعا طلعت الحلقه اللي بعدها الفنانه هند العبد، او الاستاذه هند العبد اللي هي شبيهه الاستاذه الفنانه الكبيره عبله كامل، وطبعا ما كانتش عارفه الرؤيه، ولما بدينا نتواصل معاها وكلمناها وقلنا لها بلاش تدعمي الناس دي، وبلاش تقولي انا بدعم الانتاج الذاتي، الست قالت فعلا انا نزلت واشتغلت مع الناس دي وشفتهم بياخدوا منهم مبالغ كبيره، 300 و500، وناس بتلم دلوقتي فلوس على ايه؟ على حس ان احنا معانا عبله كامل، وباخد منها 1000 جنيه وياخدوا 1000 جنيه و1000 ونص عشان هنعمل انتاج مشترك. طبعا كل ده الكلام ده خرف في خرف وكل وقت. والست عملت امبارح، الاستاذه هند العبد عملت امبارح بث مباشر على صفحتها على فيسبوك، وانا سبت لكم الحلقه وهسيب لكم كل الحلقات دي في رابط الوصف اللي عايز يخش يتفرج عليها. وقالت ان ايه يعني شرحت الانتاج الذاتي، وشرحت انها كانت هتبقى هتقع في فخ، وانها هيتنصب باسمها وباسم الناس اللي عن طريقها ان احنا معانا عبله كامل. طيب الانتاج الذاتي، عاوز تعمل فيلم انتاج ذاتي او مسلسل انتاج ذاتي او مسرحيه انتاج ذاتي، بتبقى ماشي، بيبقى كل واحد عامل مجهود. يعني انا مثلا انا خلاص هجيب الكاميرا يا جماعه، اهي هجيب الكاميرا، هشترك بالكاميرا، طيب او هجيب المصور وهديله الفلوس بتاعته. طب انا عندي الشقه وعندي اللوكيشن، مفيش مشكله. طب واحد تاني بيقول لك انا عندي وانا عليا هجيب اكل للناس، واحد تاني مثلا هشترك بحاجه، يبقى كده ايه عملت انا. ده اسمه الانتاج الذاتي، ان كل واحد بيساعد مش هلم فلوس، الم فلوس على حس الحاجات دي من كل واحد 300 و500 و1000، وفي النهايه العمليه كلها هتتكلف حاجات بسيطه. انت بتجيب المصور تظلمه معاك، يقول لك عايز 500 ولا خد 200، الناس اللي معاك ما بتديهمش حاجه، بتاخد منهم. اهم حاجه تطلع من ليها الفيلم اللي بتعمله، تطلع منه او مسلسل تطلع منه بايه؟ بربح. ما هو انت خلاص، هو البتاع اللي بيطلع اللي بيقول انتاج ذاتي هو احترف، هو احترف القصه خلاص، ان هو بيلم فلوس من الناس وعاوز ينصب على الناس ويضحك على الناس. بعد ما عملت الفنانه هند العبد موضوع الفيديو بتاعها امبارح، الست بتقول لي النهارده في التليفون جالها تهديدات، واحد شتمها وبعت لها مسجات تهزيق، ويقول لها انت خربتي بيتنا، انت هتوقف حالنا، حالك ايه؟ اتقي الله يجعل لك مخرجا. هو انت يعني رزقك على النصب على الناس؟ رزقك انك تضحك على الناس؟ رزقك انك تشتغل الناس؟ هتروح من ربنا فين؟ واحد تاني تعال نشوف ايه بيقول لها ايه؟ او هو كان بيقول لها ايه؟ هسيب لكم برضه الصور بتاعته، تعالوا معانا كده نشوف الراجل ده بيقول لها ايه؟ طبعا هي قبل كده لما قالت ايه؟ انا هدعم الشباب وهقف جنبهم، طلع الاستاذ اللي اسمه اعلامي او ما اعرفش قال ايه، اعلامي حاجه ما اعرفش،
كل واحد دلوقتي على الفيسبوك يقول لك ايه، انا الاعلامي، انا الفنان، انا المخرج، انا السيناريست. هو لا يعرف يبقى يعني ايه سيناريست، ولا يعرف يبقى مخرج اخراج، ولا يعرف يعني ايه اعلامي. هو لا مؤاخذه ما تيجي تسال عليه تلاقيه معهوش مثلا، ما حصلش مؤهل متوسط، شغال حرفي بس انا اشتغل في الفن واكتب اعلامي. ما هو الكلام ببلاش، والله الكلام ببلاش، الكلام اسهل منه مفيش. دلوقتي بقى اي حد يقول لك انا مهندس، انا محاسب، انا مش عارف استاذ، ماشي علينا على راسي، انا اعلامي، انا مخرج. هل انت درست اخراج في معهد سينما؟ لا. طب انت درست في معهد كليه اعلام؟ لا. امال ايه؟ فهمني. وما بتطلق على نفسك لقب انت مش انت تعتبر، ما هو ده اللي بينتحل صفه غير صفته. وده النصاب، وده بيقول النصاب اللي هو بينصب باسم الايه؟ الصفه غير الصفه. تعالوا نشوف بقى ايه؟ هسيبها لكم هنا. هو ده المنتظر من نجمه كبيره تقف مع الموهبه الجديده وبتشجعها، وانا من الان وبتكلم عادات ايه؟ وبكلم عاداتي اقدم مش عارف يكتب كمان. وانا الان يعني من الاخر كده بايه؟ بقدم المساعده ليكم. عن طريق ايه؟ بتقدم مساعده ليهم ازاي؟ بتعمل افلام وتاخد منهم فلوس؟ ده انت معروف ان انت اكبر واحد بتاخد فلوس من الناس. عايش على عرق الغلابه عشان تلمع نفسك يا اعلامي. طب لما طلعت هي وقالت ايه؟ لا انا مش هشتغل انتاج ذاتي وهجمه الانتاج الذاتي. قال لها ان شاء الله هنعمل فيلم الاشباه. بيدور حول ناس شبه الممثلين عاملين نفسهم نجوم. يلا ايه ده؟ يعني انت يا اما معاهم عليهم بتقول هتعمل فيلم اشباه وبتتريق عليها. طالع برضو بيقول ايه في بوست من بوستاته؟ مساء الخير كل اصدقائي المحترمين، انا ليس بيني وبين اي حد عداوه. ماشي يا غالي، ما بيكش بينك وبين اي حد عداوه، كلام جميل. مع اي من اي مشكله، بالعكس كل اصدقائي فوق راسي. ولكن لما بعرف ان حد جه على اخواتي واصدقائي اللي بيشتغلوا بالانتاج الذاتي اللي هم ايه؟ بيضحكوا على الشباب وبيضحكوا على الناس. فلازم اقف اعمل وبتعترض اعمالهم الفنيه هنتكلم في الحته دلوقتي. كانت لازم اتعصب واجي على العمل المنشوره، على الاعمال المنشوره ده كلهم اصدقائي واخواتي الغاليين. طبعا واحد كاتب له تعليق اسمه مش عارف شنب او بشنب، ده برضو من هم الصفحين الانتاج الذاتي، بيقول له يا عم كبر دماغك وسيبك من اللي بيقوله، الملعب واسع واللي عاوز يجري فيه يجري، ده خندق وكله بيتقابل مع بعضه. بس في ناس بتقابل وهي مشهوره واشتغل صح، وفي ناس تحت كبير السلم يقول لك ده النصابين. وعلى فكره الشباب دلوقتي ما عادش حد بيضحك عليهم، بقى فاهمين. يا اما تبقى راجل مشهور واشتغلت وعملت اعمال، يا اما تبقى نصاب تفضل طول عمرك نصاب وبتاع انتاج ذاتي تحت السلم. طبعا هو رد عليه هنا بيقول له ايه؟ استاذ محمد، ناس كتير عماله تحور وتقول ولسه شايفينهم يومين، يا ريتهم عفوا، يا ريتهم وقفوا معانا ايام زمان. وقفوا معاك ايه؟ ولا انت بتقول لك انا اذا مش عارف، هو مش عارف يكتب عموما، هو يعني فاشل في كل حاجه حتى في الكتابه فاشل. الاعمال الفنيه اللي بيعملوها، في حد بيصور؟ شفت حد بيصور فيلم في يوم؟ صور فيلم في يوم؟ اه والله فيلم اهو، بيقول لك فيلم مش عارف ايه جبر الحظ اتصور في يوم. يعني الفنانين الكبار بدون ذكر اساميهم اللي بيصوروا شهور ويقعد 3 4 شهور يصور في فيلم او يصور في مسلسل، انت بتصوره في يوم يا راجل. يعني معلش، زي حد كده من تبع الجمعيات الفنيه اللي انا كنت لسه بتكلم عنها في الفيديو اللي فات، اللي هو برضو بيشتغلوا الناس ولا في تصوير كويس، ولا يعني يعرفوا يعني ايه اخراج ولا كادرات، ولا يعني ايه توتال، ولا يعني ايه فينال، ولا يعرف يعني اي حاجه عن الاخراج. هو الفيلم قومه وقلبه. الاستاذه اللي هي بتعمل افلام كل يوم تقول لك النهارده ساره ويارا لعنه فرح مش عارف شيماء، بكره اغتصاب مرقه، افلام لا مؤاخذه. انا من هنا بقدم بلاغ للنائب العام والسيد رئيس الجمهوريه، بيعملوا افلام تسيء لسمعه مصر. والله بيعملوا افلام بتسيء لسمعه مصر وبلدنا الحبيبه. ليه؟ يقول لك مخدرات، فيلم شابوه وفيلم مش عارف ايه.
انت بتسيب سمعة في مصر ولا يكون في حاجة في مصر زي كده بتطلع فضايحها يا ريس؟ دول خطر على البلد يا سيادة النائب العام، دول خطر على البلد يا أستاذ دكتور أشرف زكي. يا ريت الناس دي تتلم بجد، تتلم. الناس دي بتسوق سمعة مصر، بتعمله ده مش أفلام. أولا بينصبوا اسم الإنتاج الذاتي وبياخدوا فلوس من الناس، ثانيا الأعمال كلها هبطانة وكلها بتحرض على الفجر والفسوق، الفجر والفسوق. تعالى بقى آخر حاجة عشان أختم الفيديو، لو اتمسكت وأنت بتصور معاهم فيها قضية. أولا حملة كاميرا بدون تصريح، ده فيها سجن، فيها 5 سنين سجن. تصوير بدون إذن لا من المصنفات ولا من الرقابة السينمائية أو الرقابة الدارية، أو من دون تصريح من نقابة المهن التمثيلية أو السينمائية. ممثلين لا يحملوش معاهمش أي هوية إن هم يبقوا نقابة، كل ده بيعرضك للسجن. يبقى دفعت واتسجنت يا حلاوتك، يبقى دفعت واتسجنت. أولا ممكن تتعمل لك قضية إنها دي ممارسة الرذيلة والدعارة. الكاميرا بتصور في أماكن منافية أو أماكن عامة ممنوع التصوير فيها، أي قضية تعمل لك. طب ليه؟ هتيجي تقول لي أنت، تقول لي أنت يا عم غيران منهم، أنت يا عم في إيه بالك يا عم؟ ما تعمل زيهم. طب ما أنا معايا كاميرا أهي، حاجة محترمة أهي، شايفينها أهي، كاميرا حاجة محترمة، مش أنا ممكن أعمل زيكم؟ وممكن ألم فلوس من الناس، ممكن أصور في شقتي وأصور في بيتي وعندي أماكن ما شاء الله جميلة، بس هستفيد إيه؟ هعرضها في إيه؟ على اليوتيوب؟ اليوتيوب إيه؟ عاوز تبقى نجم صح؟ اشتغل على نفسك، اشتغل مع ناس كبيرة تكبر. سيبك من الناس اللي تحت بير السلم اللي بتفتح فلوس، الفن تاخد فلوس، أي شغلانة بتنزلها تاخد منها فلوس. لو هتشتغل ببلاش ماشي في طريقك، وعارف الناس دي بتعرف القنوات والناس دي لها ناس معرفة وناس هتفرج عليك، ساعتها ماشي. لكن الناس تاخد منك فلوس وما بتعرضش غير على اليوتيوب وما بتعرضش حاجة خالص وبتنصب عليك، في النهاية انت ايه؟ يبقى انت كده معتبر ما اشتغلتش، ما تعرفش اسمك فنان، اسمك راجل مضحوك عليك. هو عمل لك غسيل مخ وقال لك احنا معانا وسوينا وعملنا وهنعمل، بيغسل لك مخك. حلو قوي الكلام. عاوز اختم بقى الفيديو بتاع النهارده ان تخلي بالكم، وربنا يحفظكم ويحفظ اخواتنا الولاد والبنات اللي هم بيصدوهم عشان حاجات تانية، ربنا يسترها. يا جماعه خلي بالكم، اللي يقول لك ده فيلم انتاج ذاتي هتفتح فلوس، قول له شكرا، قول له شكرا. انا ما بشتغلش انتاج ذاتي. انا النهارده اتصل بيا واحد لما هجمت الانتاج الذاتي بيقول لي انت معانا يا نجم في الفيلم. قلت له انا حقيقة ما بشتغلش انتاج ذاتي، معلش انا اسف. فيلم ايه؟ فيلم مين؟ تاخد فلوس من الناس؟ قال لي بس انت مش تاخد انت حاجه يا نجم. قلت له يا نجم انا ما بشتغلش انتاج ذاتي يا نجم، انا عاوزك بقى اسم مشاهد من ضمن المشاهدين يا نجم، مش عايز ممثل يا نجم. يلا اقول لكم تصبحوا على خير، ونقفل بقى حلقه الانتاج الذاتي عشان ان شاء الله الايام اللي جايه في فيديوهات كتيره عن سلاسل تانيه غير السلاسل الفنيه بقى. واشوفكم على خير وتصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.